سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين يا ربي بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. الاقتراح ديال اليوم غادي يكون برجر منزلي من ألد واروع ما يكون، مكونات جد بسيطه. الا كنت اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. على بركه الله البنات، اول حاجه غادي نبداو بها، غادي تاخذوا مقيله ديروا فيها شويه ديال زيت نباتيه. عندي جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، وغادي نزيد شويه ديال الفلفله البقليه وقطعتها. انا هنايا استعملت الفلفله الحره، نتوما كيبقى لكم الاختيار، لما بغيتوش ديروها ممكن انكم تستغناو عليها. صافي، غادي نحركهم وغادي نخليهم يتشفروا مع بعضياتهم. هانتوما البنات، من بعد ما خليت الثومه والفلفله حره تشحروا شويه، غادي نزيد البصيله اللي سبق ليا وقطعتها شلطتها على هذا الشكل. صافي، وغادي نحرك هذه المكونات كامله مع بعضياتها، وغادي نخليه حتى البصيله تشحر مع الثومه والفلفله. هانتوما البنات، من بعد ما تشحرت لي البصله والثومه والفلفله غادي نزيد هنايا عندي طريفات ديال صدر الدجاج سبق ليا وقطعتهم على هذا الشكل. الا بغيتو البنات ديروا حتى لاداند، كيبقى لكم الاختيار، انا فضلت ندير صدر ديال الدجاج. غادي نزيد البنات حتى الفلفله حمراء، قطعتها قطع صغيره على هذا الشكل. ممكن ديروا الفلفله خضراء او الفلفله صفراء، المهم كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للفلافل غادي ندير البنات شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الزعتر مطحون، وشويه ديال المليحه. صافي، دابا غادي نحرك هاد المكونات كامله مع بعضياتها، وغادي نخلي هاد الصدر ديال الدجاج والفلافل والبصيله يتشحروا مع بعضياتهم. هانتوما البنات، من بعد ما طاب صدر ديال الدجاج والفلافل غادي نزيد المايس، وغادي نزيد الزيتون سبق ليا وقطعته قطع صغيره، ممكن تستعملوا هذاك اللي كيكون مقطع، انا ما عنديش متواجد. غادي نزيد البنات شويه ديال الكاتشوب. صافي، غادي نزيد حتى شويه ديال لاصوص طوماط. بالنسبه للاصوص انا استعملت هذه ديال سونيسا البنات، نتوما ممكن تستعملوا اي صوص عندكم، كيف ممكن انكم تحضروها الا بغيتوا. صافي، غادي نحرك هذه المكونات كامله على هذا الشكل. صافي البنات، كيف ما شفتوا معايا من بعد ما وجدت الحشوه وكتجي على هذا الشكل. هنايا كيف ما كتشوفوا عندي خبيزات ديال البرجر، وعندي لاصوص الجيريان. الا ما عندكمش متواجده ممكن تعوضوها بالمايونيز. صافي، دابا على بركه الله غادي نبدا نعمر البرجر. غادي ناخذ شويه ديال لاصوص الجيريان بالطريقه هذه،
وغادي ندهن الخبيزات ديال البرجر اللي عندي كاملين نفس الطريقه. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد ما دهنت الخبيزات ديال البرجر اللي عندي كاملين بلاصوص الجيريان. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الكميه ديال عدد الافراد الاسره ديالكم وكل واحد على حسب الاختيار ديالو. صافي دابا غادي نبدا ناخذ الحشوه على هذا الشكل وغادي نبدا نعمر لي برجر بهذه الطريقه. صافي دابا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما عمرت لي برجر اللي عندي كاملين غادي ناخد جبن الموتزاريلا وغادي نبدا نديرو بهذه الطريقه هذه. وغادي ندير شويه ديال الزعتر المطحون من الفوق. صافي البنات دابا غادي ناخذ هاد الخبيزات اللي غادي نغطي بهم البرجر وغادي ندهنهم بلاصوص الجيريان. هانتوما على هاد الشكل هذا وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل لي برجر اللي عندي كاملين. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد ما عمرت لي برجر اللي عندي كاملين غادي ناخذ لاصوص طوماط. المهم اي صوص عندكم انا استعملت كيف ما شفتوا معايا استعملت سوليس وغادي نبدا ندهن لي برجر بهذه الطريقه. دابا غادي ناخذ جبن الموتزاريلا وغادي نبدا نديرو بهذه الطريقه.
صافي دابا من بعد ما كملت لي برجر اللي عندي كاملين غادي ندخلهم للفرن باش تذوب لينا الموتزاريلا وتحمر ويتحمروا لينا لي برجر وعاد نوليو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البرجر من بعد ما طابو خرجتهم من الفرن. صدقوني كيجي من ألد واروع ما يكون، وانا متاكده غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم بزاف بزاف. كيف ما شفتوا معايا الطريقه ديالو سهله مهله دغيا كنوجدوه. كنتمنى من كل قلبي ان الاقتراح والفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج الفيديو والقناه. وما تنساوش البنات تدخلوا عندي لاباج ديالي على انستغرام اللي غادي تبان لكم على الشاشه. مرحبا بكم والف مرحبا، وان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد. باي باي.